انا سامح سامي، مراتي هالة صدقي. احنا اتجوزنا في 2007، وبعدين في 2012 ساعة الانفلات الامني اللي حصل، احنا كنا ساكنين في حتة بعيدة جدا، واياميها كان بيوقفوا الناس في الشوارع، بياخدوا عربياتهم وبيقتلوهم والكلام دوت. من خوفني والبانيك اللي كنا عايشين فيه، بقالنا 6 سنين متجوزين او 7 سنين، رحت عملت لها توكيل عام رسمي في كل حاجه، شامل بنوك، شامل كل حاجه، اكنها انا بالظبط كائن اعتباري، وهذا التوكيل لا يلغى الا بوجود الطرفين، يعني لو حاولت تلغيه ما يتلغيش. في 2016 انا كان جت استحاله العيشه ان انا اقدر اعيش مع هاله، رحت مسافر امريكا عادي، خدت بعضي ومشيت. كانت الدنيا ضيقت علينا في مصر، وكان ايامها الدولار عدى ال 20 جنيه مرتاح، وكان في مشاكل كتير، وانا كان عندي فرصه ان انا اجي اهوت واكمل الماجستير بتاعي واقف على رجليا تاني. فوجئت بعد شهرين بالظبط من وجودي في امريكا ان هاله رمت كل هدومي في الشارع تماما. نمره 2، لقيت انها رفعت قضايا نفقه بارقام خاليه، وهتكلم عليها دلوقتي، وانها باعت واشترت الارض اللي حيلتي. الارض تسوى 8 مليون جنيه، باعتها واشتريتها لنفسها دون الرجوع ليا، وخدت مبالغ ماليه من البنك وقفلت الحساب بتاعي كمان. وانا كنت عايز اديها الارض ديت او ابيعها لها، كنت عملت لها يا اما عقد بيع ما انا موجود، يا اما توكيل خاص ليها هي، مش توكيل عملت، مش هامل فيه كل حاجه. طبعا تم رفع دعوه، والقضاء المصري محترم لغالي التوكيل دوت، وفي دعوه ذات مصيريه بيع الارض، وهي امام القضاء الان دلوقتي. اتكلم بقى على موضوع النفقه، ان انا في النفقه طبعا مئات الالوف الاسترليني و20 الف نفقه شهريه باثر رجعي كام سنه لورا. انا جريت على القضاء المصري، انا طبعا بثق في القضاء جدا، لان انا اصلا محامي يعني، فقدمت جميع ما انا راجل استريت، وعمري ما كان عندي مخالفه لعربيتي، مخالفه عربيه، ولا اتحدى لو حد جاب لي في اخر 8 سنين مخالفه واحده لعربيه من عربياتي. ففوجئت طبعا بارقام فلكيه، رحت قدمت جميع المستندات الداله على اني انا لا امتلك هذه الارقام بعد ما خدت كل اللي ورايا وكل اللي قدامي، وقدمت المستندات دي. بقى انا بتكلم كل كلمه بقولها بمستند قدامها، من الحكومه الامريكيه والضرائب الامريكيه والسفاره المصريه والشهر العقاري الامريكاني، كل الدوكيومنتس دي قدمتها للمحكمه. هلا بقى قدمت ايه في المحكمه؟ جابت 2 شهود زور، وانا بقول زور، واحد فيهم عايش، انا عايش في لوس انجلوس، واحد عايش بيشتغل في محل 7-11 ده زي اندران في مصر. وجي قال، وقف في المحكمه قال انا عارفه، انا ما شفتوش قبل كده اللي هي جابته دوت، وده 6 ساعات طيران بين لوس انجلوس ونيويورك على فكره. جه وقف في المحكمه قال ده الراجل ده دخله كبير وشغال مدير شركه كذا وبتاع، ومدير عام شركه وبتاع، وهي بنفسها راحت شهدت زور عليا في المحكمه، ده مدير عام وعايش وبيعمل وي 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 والكلام من ده بدون اي سند قانوني. والتاني الجنايني بتاعها قال لك الراجل ده غني جدا وراجل. انا بقدم مستندات اللي انا اتعلمته في القانون في كليتي، ان انا في الحاجات دي بقدم مستندات رسميه، لم مع الاسف لم يلتفت ليها، انا ما اعرفش ليه، وتم تأييد الأحكام عليها. واحترامي للقانون المصري ابتديت أدفع وترهقني ماديا جدا، أنا راجل بشتغل بارت تايم وراجل بعمل ماجستير، وبس بحاول أدفع كل مليم عشان أنا بحترم القضاء المصري جدا. طب أنا عملت إيه؟ يعني أنا لجأت لكذا حد، ما حدش عايز يقول لي أنت فين ولا أنت اسمك إيه أصلا يعني. طيب بعد كده هو ولادي انا مش عارف اشوفهم ولا اسمع صوتهم ولا اكلمهم ولا يعرف عني حاجه، وهي اجبرت ولادي على كل حته يروحوها، حتى على السوشيال ميديا اي حد يخش سامو صدقي ومريم صدقي، لغت الاسم، لغت اسم الاب. هو انا كنت عملت ايه؟ انا كان دايما السؤال بقول يا ربي هو انا عملت ايه؟ طب هي الست دي مش ممكن تكون امهم؟ يعني الست، بسال نفسي دايما يا ريت انا كده في عيالها، هو انا كنت عملت ايه؟ طب انا راجل، لو انا راجل وحش كده، طب ابويا ذنبه ايه وامي الله يرحمها ذنبها ايه؟ ما اشوفش العيال بسنين، ليه كده؟ والطامة الكبرى بقى ان انا جالي الرد على طول، ان بتاكيد ان هي مش امهم الحقيقيه، مع العلم ان البويضات دي بويضات سيده اخرى دون الرجوع ليا او دون علمي، لغايه حاجه انا هتجنني، وانا اللي بستنجد بالنائب العام
ارجوك ساعدني، ارجوك اقف جنبي، انا مقهور، انا مقهور، ليه بتعمل كده؟ ليه انا ما فيش حاجه؟ يعني انا ما رفعتش قضيه واحده، هي قضايا 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 وشهود زور وناس من هنا وناس من هنا، انا ما عملتش حاجه، قدمت كل حاجه وبحترم القانون جدا. انا بستنجد بحضرتك، انا مش عايز حاجه، انا عايز تحليل بقى دي ان ايه، عايز اثبت حقي، وعاوز بصمه صوتها على الفيديو اللي كانت طالعه بتشتم فيه زمايلها وبتقول ان انا ملفق لها الفيديو ده. انا مش طالب من حضرتك غير هما الاثنين دول بس، واي حاجه تانية انا تحت امركم فيها. شكرا.